اليوم راح نحكي عن نظريات مرعبه لاشهر مسلسلات الكرتون، واللي راح يكون من ضمنها المسلسل الكرتوني المعروف تيليتابيز. وراح تنصدموا انه القصص هاي حقيقيه وماخوذه من الحقيقه. فمقطع اليوم راح يكون مقطع راح يدمر طفولتنا للاسف، فما راح اطول عليكم بالكلام، خلينا ندخل المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أنا سيوف مختش. طيب لازم أعتذر منكم، الأيام الماضية قطعت يومين تقريبا، وأتوقع واضح قدامكم إنه كلامي متغير، وبصراحة الأنف مسكر ومفلوز الله أعلم بالحال، لكن مو مشكلة لعله خير. رغم إنه كان نفسي إني أستمر برمضان على الجدول، واستمرينا أول 20 يوم، لكن الحمد لله مرضنا وانقطعنا شوي. فأي مخرج حروف تلاقوه غلط بالفيديو اليوم اعذروني عليه، لأنه قلت لكم الأنف مسكر ويا دوب طالع الكلام، فلا تدقوا على الموضوع. وقبل ما أدخلكم على القصة لا تحرمونا من اللايك، خلينا ندخل على القصة الأولى واللي هي القصة اللي اتوقع اغلبيتكم داخلين عشانها واللي هي التيليتابيز. طيب النظرية اللي ما بتعرفوها عن تيليتابيز انه تيليتابيز مأخوذ من قصة حقيقية، والاربع اشخاص اللي داخل هذا المسلسل هم كانوا اربع اطفال، وهذول الاربع اطفال ماتوا بنفس اليوم، ولهيك طلع الفيلم الكرتوني تيليتابيز، واللي كان كل شخصية من الاطفال اللي ماتوا تمثل شخصية في هذا المسلسل. طبعا للي ما بيعرف، الفيلم الكرتوني تيليتابيز مأخوذ من مصحة عقلية ببلغاريا، وهاي المصحة العقلية كانت للاطفال فقط، وبالاخص الاطفال اللي عندهم اضطرابات عقلية ومشاكل بالعقل، فهمتوا علي؟ او بالفهم. قصة المسلسل المرعبة انه الاطباء او الموظفين اللي كانوا بهاي المصحة يعاملوا الاطفال اللي داخل هاي المصحة معاملة سيئة، ويضربوهم ويحبسوهم كمان، يعني معاملات راح تنصدموا منها. طيب بالبداية خليني احكي لكم بعض المعلومات اللي راح تصدمكم عن تيليتابيز. انت بالبداية كنت تشوفهم مجرد مجسمات كرتونية، لكن الصدمة يا اخوان انه طول اقل واحد من الاربع شخصيات اللي بتيليتابيز طوله 2.13 سم، ويتراوح طولهم الاربع بين 2.13 سم لـ 2.5، يعني يعتبروا عمالقة، غير المعاناة اللي يعانيها الأشخاص اللي قاعدين يمثلوا جوات. بس راح أحكي لكم عنهم. طيب حكيت لكم أول معلومة واللي هي أنهم عمالقة، تمام؟ فلما أنت قاعد تحكي عن مجسم طوله 2.5 متر، حجمه هائل، والشخص اللي جواته شخص صغير، فكانوا الأشخاص اللي مثلوا هاي الأدوار يعانوا منها، أو يعانوا من الثقل اللي قاعدين يحملوه لهاي المجسمات، فكانوا لما يمثلوا أدوارهم بهاي المجسمات كانوا أحياناً ينخنقوا داخل هذا المجسم، قد ما هو ثقيل وقد ما هو خنقة، وفعليا كان يتم اسعافهم لما ينخنقوا ويرجعوا يمثلوا نفس الدور. انتم متصورين الموضوع يا اخوان؟ طبعا بما انه اجسامهم عملاقة، فاكيد كل اشي لازم يكون بالمسلسل عملاق، وحتى الارانب اللي كنا نشوفهم بالمسلسل كانت ارانب خاصة. فعليا يا اخوان الارانب اللي داخل المسلسل تعتبر من فئة الفلمنك العملاق، يعني ارانب عملاقة وجايبينها خصوصا عشان تمثل بهذا المسلسل. طيب هاي لسه مقدمة على المسلسل، تعالوا خلينا نجي على التفاصيل او قصة كل شخص من افراد تيليتابيز او الاطفال اللي توفى. طيب نبداها بالطفل توتاي. الطفل توتاي كان عنده مرض بوجهه، وهذا المرض اللي بوجهه كان يخلي وجهه يتمدد، وبسبب هذا المرض وجهه كان يبين دائما انه مبتسم، يعني سواء كان حزين ولا كان يضحك ولا كان ما يعمل اي حركه وجهه يبين انه قاعد يضحك، فهمت علي؟ فهون هذا الشخص مشاعره ما يقدر يعبر عنها ابدا، وغير انه هذا المرض كمان سبب له مشاكل بالنطق، يعني واصله فيه مرحله انه ما بيقدر يشكي لاهله، يعني حتى اقرب الناس له ابوه وامه ما بيفهموا عليه لما يشكي لهم. فالمهم هذا توتاي لما كان يعصب او بده يعبر كان يضل يطق راسه بالحيط، لانه ما في عنده، يعني لو يحكي لاهله مو فاهمين، لو يحكي للطبيب ما حدا فاهمه، فهمتوا علي؟ فهون الطبيب كان يضطر انه لما يشوف يضل يدق راسه بالحيط يمسكه ويربطه بباب عشان يمنعه انه يضل يطق راسه بالحيط، لانه يسبب لحاله مشاكل بزياده. فالمهم الباب اللي كانوا يربطوا عليه توتاي هذا، وين يا اخوان هذا الباب؟ هذا الباب يعتبر خارج المصحه او مدخل المصحه، واللي هو يعتبر بحديقه المصحه، لكن الاشي الصادم انه لما يربطوه بهذا الباب درجه الحراره تكون برا -5، متخيلين شو يعني -5؟ فتوتاي هذا من شده البرد اللي كان يذوقه وهو مربوط على الباب الخارجي للمصحه صار لونه ينقلب للنهدي، وهون تطلع الشخصيه الاولى عندنا واللي هي باللون البنفسجي والمسميه بتينكي وينكي البنفسجي.
بنفسجي. هذا لسه الشخصية الأولى، تعالوا خلينا نروح ننقل للشخصية الثانية واللي هي لالا. طيب لالا لالا كانت معروفة أنها شخصية مشاغبة أو طفلة مشاغبة بالحياة الواقعية، وكانت تعمل مشاكل كثير بالمصحة، ولهيك الأطباء لجأوا إنه يحبسوها بغرفة انفرادية لمدة 5 سنوات. متخيلين شو يعني 5 سنوات؟ هاي البنت وصلت لمرحلة إنها توسوس وتصير تحكي مع شخصيات داخل الغرفة اللي هي منسجنة فيها أو حابسينها فيها. بصراحة ما لومها، 5 سنين الشمس ما شافتهم ب5 سنين هاي. وطبعا يقال انه بعد ما خلصت 5 سنين وبسبب انها ما شافت الشمس لمدة 5 سنين انقلب لون جلدها للون الاصفر، وهون تطلع معنا شخصية لالا الصفرة. عارف انكم مصدومين كلكم، لسه جايكم كمان بالشخصيتين الثانيات. ونجي للشخصية الثالثة معنا واللي هي دونكا. طيب دونكا كان طفل عمره 6 سنين، ودونكا كان معه حالة مرضية نادرة واللي هي كان كل ما ياكل أكل يستفرغ، يعني الأكل ما بصمد معدته، يظل يستفرغ ويرجع جوعان، وأهله ما خلوا طبيب ما راحوا عليه، لكن ما لقوا أي علاج لبين ما راح أحد الأطباء وقال لأهله إنه دونكا مشكلته مو مشكلة جسدية، دونكا مشكلته مشكلة عقلية فلازم تودونا مصحة عقلية. وللأسف أهل دونكا ردوا على الطبيب هذا وودوا دونكا للمصحة العقلية. لما انتقل على المصحة المفروض انه تتحسن حاله، لكن للأسف الأطباء والناس اللي كانوا داخل هاي المصحة قلت لكم بالبداية كانوا يتجاهلوا الأطفال وما بيهتموا فيهم، وهذا كان أحد الضحايا لهذول الأطباء وموظفين هذا المصحة العقلية، فحالته وصلت للأسوأ للأسف. وهون النظرية تحكي انه تجي عنا شخصية دبسي. ونجي هون للشخصية الأخيرة واللي هي الأكثر رعب بين الأربعة، والمسمية بالطفلة بولينا واللي عمرها 3 سنوات. طيب بولينا عاشت كل حياتها بالمصحة العقلية، لأنه بأحد الأيام أهلها صحوا وأجوا عليها وشافوها مبتسمة ابتسامة عريضة ودائمة، يعني ما كانت تغيرها، فهمتوا علي؟ يعني 24 ساعة وهي مبتسمة نفس الابتسامة، فهون صارت تسبب رعب لأهلها، فهون أهلها حطوها بالمصحة العقلية. لكن الصدمة يا إخوان إنه بأحد الأيام والطفلة بولينا بالمصحة العقلية وكانت نايمة جنب جذع شجرة، وجنب جذع هاي الشجرة كان في نار مولعة، فأجوا الأطباء على إنهم بدهم يزيدوا الحطب على النار، فأخذوا الجذع اللي كانت نايمة جنبه بولينا وأخذوا معه بولينا ورموه بالنار. طبعا هذا النظرية هيك تحكي مو أنا. المهم هون بولين صارت تصرخ، فاكتشفوا إنه في شخص بالنار، فبسرعة طلعوها من النار، لكن للأسف كان جسمها منحرق وكان منقلب للون الأحمر، وأخذوها للعناية المركزة، لكن للأسف لون جلدها بقى باللون الأحمر. وهون حسب النظرية تطلع عنا الشخصية الأخيرة واللي هي بول حمراء. شوفوا يا أخوان هذول كل النظريات لسه، يعني ما في إشي مؤكد، فهمتوا علي؟ مجرد نظرية، لكن بصراحة إذا طلعت نظرية حقيقية فهاي في قمة الرعب. وغير كمان قصة التلفاز اللي بالعين، وهاي إلى قصة ثانية ما بدي أتطرق لها لأنها مقرفة صراحة، لكن بكل صراحة النظرية مرعبة. وخلينا ننتقل للمسلسل اللي بعده، واللي هو المسلسل الكرتوني اللي كانوا يسموه الأرنب والسلحفاء، واللي قصته انشهرت وطلع عليها روايات وقصص كثيرة. خلينا أبدي لكم إياها بشرح القصة بالتفصيل عشان أذكركم فيها، بعدين أحكي لكم عن القصة الحقيقية إلها. طيب قصة الأرنب والسلحفاء واللي هي تعتبر قصة قديمة جدا لدرجة إنه يعود زمنها لزمن الإغريق قد ما هي قديمة. واللي تبتدي القصة كانت إنه بأرنب يستهزئ بسلحفاء على إنه السلحفاء بطيئة جدا وهو سريع، أو هو معتبر حاله إنه أسرع شخص بالغابة. أعرف إنه في حيوانات أسرع منه، بس بهاي القصة كانوا معتبرين الأرنب إنه أسرع حيوان بالغابة، هيك كانوا معتبرينه بالرواية هاي بالتفصيل. المهم قد ما كان الأرنب يستهزئ من السلحفاء بسبب بطئها، السلحفاء قررت إنها تتحداه. وشو تتحداه؟ تتحداه بسباق سرعة. فهون الأرنب ضحك على السلحفاء إنه يحكي لها من كل عقلك تحكي هذا الإشي، وفعليا وافق الأرنب على هذا السباق. واللي أول ما بدأ السباق الأرنب بثواني اختفى عن النظر قد ما هو سريع. لكن الصدمة كانت في القصة إنه الأرنب بعد ما مشى مسافة حط راسه ونام قد ما كان يستهزئ ببطء السلحفاء. فلما نام راحت عليه نومة، وأول ما صحي من النوم شاف السلحفاء وصلت خط النهاية، فتعتبر السلحفاء فازت عليه، وصارت هون السلحفاء أسرع حيوان بالغابة. فهون كان المفروض إنه القصة هي تعلمنا ان الغرور والاستهزاء ممكن يخسرك، لكن للاسف القصه الحقيقيه غير هيك. واللي كانت موجوده بروايه الاخوين جريم، واللي كانوا يحكوا ان القصه كانت بين ارنب وقنفذ وليس سلحفاء. والارنب ما كان بس شخص مغرور، ارنب كان شخصيه شريره وكان يستهزئ من القنفذ على انه القنفذ بطيء، لكن شوف الذكاء والحنكه عند القنفذ شو اللي عمله. هون قرر القنفذ انه يعمل سباق بينه وبين الارنب ويشوف مين الفائز بينهم. والصدمه انه قبل ما يبدا السباق القنفذ اتفق هو وزوجته بما انهم يشبهوا بعض، انه اول ما يبلش السباق الارنب يتعدى القنفذ، مرت
بطل القنفذ تكون تستنى القنفذ عند النهاية، فزي كأنه بدلوا شخصيات، فهمتوا علي؟ هذا يأخذ البداية والأرنب ما بيلحق يصل النهاية، تكون مرته للقنفذ قاعدة عند النهاية، فهمت علي؟ فأول سباق انطلق الأرنب، وصل النهاية لقى القنفذ قدامه واللي هو مرت القنفذ. انصدم الأرنب وما صدق الموضوع، وقال لازم نعيد السباق لأنه في إشي غلط، مستحيل الإشي هاد صح. ووافق القنفذ، قال له ما في مشكلة، وعاد السباق ونفس الحركة سواها القنفذ ومرته وفازوا بالسباق. وهون الأرنب انجن إنه شو اللي قاعد يصير، فهون الأرنب رفض إنه يعترف إنه القنفذ فاز عليه وراح يصير أسرع حيوان بالغابة، فظل يعيد بالسباق. لما عاد السباق 70 مرة، لما وصل للمرة الأخيرة الأرنب من شدة التعب والإرهاق اللي صار عنده وقع ومات. وهاي القصة حقيقية زي ما هي مذكورة بقصة أو رواية الأخوين غريم. فبصراحة روايات الأخوين غريم من أرعب الروايات اللي ممكن تتصوروها. اللي عنده حب وفضول من هاي الشغلة روح اقرأ عنها، راح تنصدم بكل المسلسلات الكرتونية اللي تحضرها، لأنه كل مسلسل كرتوني له رواية داخل هذا الكتاب. فأتوقع هيك انتهى مقطعنا اليوم، أتمنى إنه المقطع نال إعجابكم. بصراحة نظريات زي ما قلنا تدمر الطفولة بكل مراحلها. فزي ما نحكي دائما، إذا وصل المقطع هذا 100,000 لايك نجيب نظريات جديدة، فلا تحرمونا من دعمكم باللايك، وإذا مو مشترك بالقناة اشترك، فعل زر التنبيهات تشرفني بالقناة. فنشوفكم على خير بإذن الله بعد بكرة بمقطع جديد، راح يكون لألعاب أساءت للإسلام إن شاء الله. انتظروه، واترككم حفظ الرحمن من هون لبعد بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.